بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالدار البيضاء، أجهزة الحواسب تخفي وراءها فريقا متخصصا في الإنتاج الرصدي يسهر على تقديم مجموعة من الخدمات والأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد والتوقعات الجوية عبر مصالح مختصة. من خلال هاد يعني هاد التحرك ديال الطيارات الجويه تنعرفوا تقريبا الزمن امتى غادي يعني تقيس سواء السواحل الاطلسيه او شمال المغرب او الا كان جايه من الشمال الشرقي مثلا تنعرفوا بان غادي تقيس هذيك الجايه الاولى وتندرسوا لهاد يعني هاد النماذج العدديه ومن خلالها تنشوفوا حتى يعني الظواهر القصوى المصاحبه لهاد الاضطرابات الجويه. خدمات عديدة تقدمها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لعدد كبير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، خدمات متعلقة بقياس وتتبع وتسجيل بيانات الطقس عبر آليات حديثة للرصد الجوي لتقوم بعد ذلك بتجميع ومعالجة تلك المعطيات وإرسالها لمختلف مستعملي الخدمات الرصدية عبر نظام اتصال متطور ومتكامل. اليوم العالمي هو مناسبة باش نلقاو الضوء على يعني الخدمات اللي كتقوم بها مديرية الأرصاد الجوية، فهي يعني من مهامها المحافظة على الأرواح والممتلكات عن طريق الرصد الجوي، التوقعات، الدراسات المتعلقة بالمناخ، وكذلك من أجل إعطاء المعلومات لجميع مستعملي الخدمات الرصدية. اليوم حضرت البرنامج ديال اليوم العالمي للأرصاد الجوية، في الحقيقة كان جو رائع، تعرفنا على بزاف المعلومات حول طبيعة العمل ديالهم وكيفاش كيحاولوا يوصلوا لنا المعلومات. احتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، نظمت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لقاءات تواصلية ودورات تكوينية للفاعلين في القطاع لتعميق خبراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الأرصاد الجوية.